القرار اللي خدته الحكومة برفع الجمارك عن الفراخ المصورة؟ والله أنا رأيي إن ده قرار يعني المفروض إن يكون يعني حكيم شوية سليم، عشان مثلا إيه ما يدخلناش أي حاجة كده، يعني مثلا ممكن يكون فراخ كويسة وممكن فراخ تكون بايظة، مفيش عليها جمارك، ممكن فراخ تكون بايظة مدخلها وخلاص، لو عليها جمارك طبعا هيكشفوا عليها ويشوفوها وكده. بس انت بتفضل الفراخ المستورده المجمده ولا لا 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 الطازه اللي هي الحقيقه الطازه المطبوحه قدامي اللي هي المجمده؟ لا. ملاحظ انت طيب في ارتفاع في اسعار الدواجن ولا لا؟ الفراخ بقت حوالي 21 جنيه تقريبا اللي هي الطازه، اللي هي المستورده مش عارف، انا ما بشتريهاش اصلا، ما باكلش انا اللي هي المستورده دي. بس في موضوع الغاء الجمارك عن الفراخ المستورده، انا ارفض اي شيء مستورد. ضد المستورد؟ ضد المستورد، اي حاجه صناعه محليه، خلينا نشتغل. والله لحد دلوقتي قرار جميل، واخد بال حضرتك، ان هو هيوفر الحكومه في فلوس وهيقلل من امكانيات الايه المواطن، يعني بدل ما يجيب الفرخه ب 30 40 جنيه ممكن يجيبها ب 20 جنيه، تبقى حلوه.